اهلا بكم مشاهدي تلفزيوني اليوم السابع، بنرحب بحضراتكم من داخل ضريح الشيخ محمد متولي الشعراوي بمسقط راسه بقريته دقدوس التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، تزامنا مع ذكرى وفاة امام الدعاء 24 احد اشهر مفسري معاني القرآن الكريم في العصر الحديث، واللي وصل لقلوب ملايين المسلمين بارثه العلمي المنتشر في كافة انحاء العالم الإسلامي. احنا متواجدين مع حضراتكم الآن تحديدا من أمام ضريح إمام الدعاء، ومعانا يعني شبيه الشيخ الشعراوي ابن محافظة المنوفية عم عبد المنعم، يعني هو دايما حريص انه يجي لضريح الشيخ الشعراوي ويزوره ويقرأ له الفتحة زي ما احنا متابعين. يعني الشبه بينه وما بين الشيخ الشعراوي كبير جدا، يمكن ده سبب له مشاكل كتيرة، ولكن مع ذلك يعني هو مبسوط وفخور بان بالشبه اللي ما بينه وما بين الشيخ الشعراوي. اهلا بيك يا عم عبد المنعم، اهلا بحضرتك. نتعرف بيك على المعاش. تمام، عندك كام سنه يا عم عبد؟ 70. تمام، على المعاش. شغال في وزاره العدل مجمع المحاكم النيابه الكليه في طنطا تنفيذ الاحكام. اهلا بحضرتك، الدور الخامس. اهلا بيك. اهلا بيكي. قول لي بقى يا عم عبد المنعم، يعني انت شبه الشيخ الشعراوي بالظبط، يعني في شبه كبير بينك وبين الشيخ الشعراوي. ان شاء الله. احكي لي كده، انت بدات تاخد بالك من الشبه ده من امتى؟ من فتره كبيره كنت بحقيقه، يعني جيت من عمره سنه 2002 او 2003 وبعدها حج على طول 2004، فلما جيت من الحج جبت طاقيه من اللي هي الشبيكه ديت اللي بيستوى، رحت الشغل كنت لسه موظف، فزمايلي يعني قالوا مش ماشيه معاك ومش عارف ايه وحاجه زي كده. ما فيش فتره بسيطه جدا رايح مسجد اسمه مسجد القصب لجار سيدنا سيدي احمد البدوي في طنطا، لقيت امام المسجد بيصلي بين العصر، كان لابس نفس الطاقيه بتاع الشيخ شعراوي ونفس تفصيله الجلابيه. فسلمت عليه وقلت له يا شيخ انا عاوز التفصيله دهيت والجلابيه دي مع مين، مع عند مين؟ قال عندي واحد اسمه عزوز الشهوم مت الشيخ. خدت العنوان ورحت رايح له، ما بيعملش لاي حد الغرب بصعوبه على ما قبل يعمل لي الجلابيتين ثلاثه واداني ميعاد وطاقيتين ثلاثه بالعافيه، يعني ما خليتش وراها حاجه ان انا اتكلم معاه باسلوب. رحنا رايحين وانا جاي اجيبهم، قال لي 6 شهور جاي اجيبهم، جبت 3 حتت تاني ورحت اعملهم برضه بكده. يعني انت تقريبا من 20 سنه تقريبا. أيوة. بدات ان أيوة. الناس يلاحظوا الشبه ده. انا باشمهندس. فبعدها قررت بقى ان انت تروح تخيط او اجاه. ايوه، بنفس التفصيله ونفس الطواقي ونفس كل حاجه، كذا طاقيه بقى يجي اكتر من 15 طاقيه. ان فعلا في شبه. ايوه، لما الكل بقى بيقول لي شعراوي وانت ابنه وانت وبالاتوبيسات والمترو والقطر والشارع والجامع والسوق والموالد واهل البيت كلهم في كل حسيدنا الحسين، من ساعه ما ادخل والله من ساعه الساعه 9 10 زي ما اروح لحد العشاء بالعافيه على مصال الوقت، والشرطه تيجي والدنيا تيجي في سيدنا الحسين وسيدنا نفيس على زين العابدين، محال وابكي ما هوش انا اسيبني، انا مش شيخ شعراوي، انا عاوز استريح بقى، انا تعبت، ما فيش فايده، وعياط عياط يعني والله. فمن من عند ربنا. ف اصلا في شبه، وانت اكدت الشبه باللبس كمان، باللبس. ايوه ايوه، تتلخبط يعني. وكل بقى اطفال صغار تسحسين 10 سنين، هو انت ابن الشيخ شعراوي؟ هو يا ماما انتوا بتقولوا ده مات وما ماتش؟ بيقولوا لي ناس حريم في البلد، يعني يا حاج قول لهم مش انت الشيخ شعراوي؟ الشيخ شعراوي؟ اقول له يا ابني، طبطب على العيل يهدى، اقول له يا ابني مش الشيخ شعراوي، مفيش فايده. الغرض لحد امبارح لحد ده، وكل ما اعدي على حته فدرس فمجمع بتاع دروس كده من الحاجات اللي بتتعمل تحت العمارات دي، هم طالعين الشعراوي والشعراوي والشعراوي، طبلوا على الشنط وبتاع. مش عارف اعيش حياتي من والله بدات تتاكد من الشبه وتلاحظ الشبه. ايوه، وزمايلي كتير زمايلي كتير في الاعلاميين يعني صحفيين جم البيت وسالوني وحاجات كتير. يعني احكي لي كده مواقفك الغريبه في الشارع مع الناس. انت قلت لي انا حتى بركب الميكروباصات ممكن ما ياخدوش منك فلوس. ما ياخدوش والله، كم مره يا عم انت انا معايا فلوس وما فيش فايده يا حاج، خلاص ده موضوع بسيط، اتوبيسات مترو اي حاجه وانا بقطع، يروح جاي مدد ايده او دافع بتاع التذكره، خلاص يا حاج الاتوبيس مش عارف، خلاص يا حاج من ورا من الباب ولا نبدا بقى نتكلم عشان ده هياخد وقت جامد. اللي هو اغرب المواقف اللي كانت بينك وبين الناس ايه؟ يعني دي ما انت قلت لي على مواقف مضحكه، في مواقف كانت غريبه كنت تستغرب لها، علاقتك بالناس العاديه. والله الناس بقوا يسيبوا الائمه بتوع المساجد والناس اللي بتطلع على المنبر واللي خارجين ازهر ويقولوا انا في اسئله في الدين حاجات كتير جدا، اقول له اسالني انا ما اقدرش افتي من افتى فتوى فعليه وزيرها وزير من عام، ما اقدرش اتكلم في الدين، انا مش خريج ازهر، حتى ممكن حتى لو هفتي صح ولا هقول صح عندكم فلان وفلان وفلان واقول لهم على اسماء، فما فيش فايده. دي اغرب حاجه، واللي تقول لي حاجات كده مواقف على بيتها ما اقدرش اقول لها،
جوزي بيقول جوزي بيعمل حالف عليها بالطلاق حاجات غريبه المفروض يروحوا للناس اهل كده اهل انما انا مش اهل كده فاهم حالك مفيش اي علاقه بينك وبين الشيخ الشعراوي يعني رحمه الله عليه الا الشبه غير الشبه لا الشبه انا كنت باجي هنا بالذكرى كان الحاج سامي يعرفني كويس جدا مين الحاج سامي ابن الشيخ الشعراوي الكبير ربنا يديه الصحه رب عايش حاليا وعبد الرحيم عرفني وسلمت عليه كم مره في الذكرى كنت باجي هنا من زمان والحاج الاستاذ سامي الله يرحمه ميت قريب يعني علاقتك كانت كويس قابلت ولاده اه قابلت ولاده كلهم كانوا بيقولوا لك ايه والله انت مننا انت مننا الحاج سامي ما بيقومش لحد والله استاذ الانسان الذليل اللي قدامك ده تعالى يا حاج تعالى انت كلت انت كلت خد يالا شغلت انت اخونا انت اخونا انت مننا انت كلت انت كلت اقول له اكلت والله هات له يالا هات له يالا اقول له انا اكلت طب اشرب حاجه كان عامل هنا بقى خيمه كده وكان بيجي الدكتور احمد عمر هاشم وناس كتيره جدا من الازهر فقبل كورونا بثلاث اربع خمس سنين يعني كل سنه بقيت اجي فالحاج سامي عرفني والحاج عبد الرحيم الله يرحمه والاستاذ احمد الله يرحمه يا رب وسامحه واسع قبره هنا في المجمع التراب بتاعتهم مجمع لا التراب بتاعتهم هنا في المقابر اه هنا ادخل كده يعني ما اعرفش هم غيروا البلد شويه او بقى لنا كتير ما جيناش سنتين ثلاثه بس نبدا نتكلم بقى نقول قول لي بقى حضرتك قلت لي انا متدين اللي هو التدين زي اي بني ادم يعني اكتر حاجه بتحب تقراها للشيخ الشعراوي من احاديث من انا عندي كتب لا ليها اول ولا اخر للشيخ الشعراوي عندي كتب الدعاء المستجاب ويوم القيامه واتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم يعني خلاص بقى ما حدش يالف ما حدش يتكلم في الدين ما حدش يقول ما حدش يعمل ما حدش اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم حاجات كتيره جدا في عندي في البيت اكتر يعني اقاويل الجمل اللي كان بيقولها اللي لسه خالده في قلوبنا كلنا اه ما حاولها انا هقول لحضرتك اللهم رب هذه الدعاء اللي هو ورا كل حاجه وهقول غيره كمان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشفاعة والدرجة الرفيعة وابعثه الله المقام المحمود الذي وعدته مصر أن أقول عنها إنها أمة كافرة إذا فمن المسلمون ومن المؤمنون مصر التي صدرت علم الإسلام إلى الدنيا كلها صدرته إلى البلد الذي نزل فيه الإسلام وذلك تحقيق في أزهارها الشريف أما دفاعا عن الإسلام فانظروا إلى التاريخ من الذي رد هماجيت الصليبيين على الإسلام وعلى المسلمين إنها مصر من الذي رد هماجيت التتار على الإسلام وعلى المسلمين إنها مصر وستظل مصر دائما رغم أنف كل حاقد أو حاسد أو مستغل أو مستغل المدفوع من خصوم الإسلام من هنا أو خارج هنا سيدنا محمد عين كون الوجود سبب الوجود من العدم ومنقذ الوجود من الظلم يا من به الكون انتظم شرفت مكة والحرم والحجر ثم الملتزم على الصخر غاص بك القدم على الرمل لم يظهر قدم لك أمة خير الأمم هنصلي بقى على سيدنا النبي بالحروف الأبجدية 28 حرف لازم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي يؤلف الألفة وباء البهاء وتاء التحلي وساء الثناء وجيم الجمال وحاء الحلم وخاء الخير ودال الدلال وزال ذكر المتعال وراء الرحمة الكبرى وزين زين الوجود وسين السعود وشين الشهود وصاد الصعود وضاد الضياء وطاء الطلال وظاء الظلال وعين العناية وغين الغاية وفاء القوة وفاء وكاف القوة وكاف الكمال وميم الملك ونون النوال وهاء الهنا وواو الوفاء ولو لم ليه توحيد الاله الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اني اعلم اني عصيك ولكني احب من يطيعك فاجعل اللهم حبي لمن اطاعك شفاعه تقبل لمن عصاك اللهم ان بعض خلقك قد راوا من حلمك واستبطاوا اخرتك فسخروا من القران ولم يتبعوا اهل الايمان فاسالك الا تهملهم حتى لا يكونوا اسوه للكفر غيره اللهم اني راضي بكل قضائك بكل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اذن الخير التي استقبلت اخر انسان السماء بهدي الارض ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراد من الخلق سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونه فانت المتفضل اولا وانت المتفضل اخر وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تأمل في نبات الأرض تأمل يا مسلم في نبات الأرض وانظر الآثار ما صنع المليك في عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك على قدر الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك حضرتك يعني عاشق للشيخ الشعراوي زي أي مصري زي أي عرب يعني أنا عشان هو أصلا من أهل البيت مش الشيخ شعراوي بس كده هو أساسهم من السعودية وعنده كتب بتقول كده وعندي حاجات بتقول إنه أساسه من السعودية وأساسه هو من أهل البيت لان هو ليه شقتين اتنين في 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 مبنى قدام سيدنا الحسين على طول فكانوا جايبين ستاير وبنته بقى الاستاذه فاطمه والدكتوره صالحه والعامل والبتاع جايبين ستاير وجايبين عشان يعملوها فالستاير كلها اتحطت ما عدا الستاره اللي هتقفل على المقام هتداري على المقام فكل ما يحطوها استاذه البتاع العلاقات اللي هي بتاعت الستاره دي تقع ما فيش فايده هاتوا فلان هاتوا علان طب غيروا المفتاح غيروا العلاقه غيروا مش عارف ايه ما فيش فايده ابدا
طب ايه الحل؟ جاي الوقت دخل راحوا نايمين، الشيخ شعراوي نام. في نص الليل جاله سيدنا الحسين ابن الامام علي بن ابي طالب زوج والدته السيده فاطمه الزهراء قره عين سيدنا النبي سيده نساء العالمين ام سيدنا الحسين. صحاها الامام الشعراوي الامام سيدنا الحسين وقال له يا شعراوي انت عاوز تسد بيني وبينك؟ انت عاوز تعمل ستاره تقفل علينا؟ انت مننا. مش معموله الستاره النهائي، وبناء عليه ما اتعملتش، والشقتين الاثنين قدام المقام على طول موجودين باسمه. ف يعني حريص على وحاجات كتيره جدا كرامات. نعم حضرتك دايما حريص تيجي تزور المقام. اه طبعا على طول. ده انا ده لو مش كورونا والسن والواحد كده يعني الايام دي تعب كده من فتره، انا كنت اجي 3 مرات في السنه تيجي تزور المقام. اه والله. وبنات ساب المكان هو انا ماشي حوالي 100 متر بعد ما سبت المكان جري وراه اثنين عندهم اقل مش اقل من 18 20 سنه في الازهر خارج الازهر. الحاج والنبي هو انت ابن الشيخ شعراوي؟ والله كبار. قلت له يا بنت انا مش ابني. طب انت منين؟ طب تعالى. طب اي خدمه؟ طب انا بابا هو تنده له عاوزين نقعد مع بعض هنا ونتكلم. طب مش يا بنتي ما هوش هاني انا الحق قطر كم مره. وبنات الاول جاي من الكليات وطلب الدكاتره اه وفي القطر ساعه ما اطلع ما اعرفش اعمل ايه. هو من عند ربنا بقى. اتكلم تاني ولا كفايه عشان الوقت؟ المكتب بيديك ايه ميعاد ايه 5 دقايق 10 دقايق؟ انا معاك. قول لي بقى يعني ما جاش وقت كده وتعبت يعني في كل الناس توقفك في الشارع تقول لك انت شبه الشيخ الشعراوي كنت كمان في شغلك انت اتأثرت في شغلك في شغلي وفي كل مكان كفايه كده؟ بس انت انا هقول لك كلمتين في الاخر. ماشي. انت ليك انت خاص لابقه 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 بس يروح يسمعوهم ولا يسمعوهمش وانا بعمل ايه؟ مين دول؟ المكتب. اه بعد ما خلاص لقيت انحلت على المعاش بعد ما سبت شغلك خلاص انتهت وتفرغت بقى بقرا كتير جدا للشيخ شعراوي. ايه دلوقتي؟ انا بصلي الوقت بوقته في الجامع واروح البيت لو عاوزين مصلحه عشان اتمشى ما اقعدش يعني. وبقرا بعد ما قران على طول قران كل يوم ليا يعني حاجه عدد معين من الاجزاء لازم اختمه في الشهر قد كده معايا. واروح قاري شويه حاجات من الدعاء المستجاب تابع ولا تبتعد خد كتب لا ليها اول ولا اخر ويوم القيامه وحاجات كتيره جدا 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 انواع ياما يعني. شكرا جدا لحضرتك. انا عارفه انت جاي تزور الشيخ الشعراوي تدعي له ربنا يرحمه ويغفر له. يعني فكره كمان انك انت تتعرض لمواقف غريبه بسبب الشبه اللي بينك وبين الشيخ الشعراوي يمكن ده بسبب لك مشاكل كتير، بس يمكن حبك للشيخ الشعراوي يخليك ايه تنسى المشاكل دي او تنسى المواقف دي. لا طبعا يعني ده كرم من ربنا وببقى فرحان قوي قوي لما الناس والاطفال وكله يتكلموا ويقولوا الكلام ده. والله انت ابنه وانت اخوه وانت عمه وانت مش عارف ايه حاجات كتيره يعني. شكرا جدا لحضرتك. اي خدمه يا مدام. شكرا جدا. انت اسم حضرتك ايه؟ مروه. الله مروه. تمام كنا معكم مشاهدينا من ضريح الشيخ محمد متولي الشعراوي بمسقط رأسه بقرية دقدوس التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية في يعني بمناسبة ذكرى وفاته 24. يعني زي ما اتكلمنا مع شبيه الشيخ الشعراوي هو من محافظة المنوفية الحاج عبد المنعم، هو دايما حريص انه يجي ويزور ضريح الشيخ الشعراوي بشكل دائم. يعني زي ما اتكلم معانا يمكن هو من 20 سنة كانت حياته طبيعية، لكن مع الوقت بدأ الناس يلاحظوا الشبه الكبير اللي ما بينه وما بين الشيخ الشعراوي. بدأوا يوقفوه في الشارع، انت ابن الشيخ الشعراوي، انت الشيخ الشعراوي نفسه، انت قريب الشيخ الشعراوي. يمكن ده سبب له مشاكل كتير، حتى هو بيقول يمكن الشبه كمان زاد بعد ما لبس يعني نفس بالظبط نفس اللبس ونفس الطريقه ونفس المشيه. يمكن ده يعني خلى الناس اكتر تتاكد ان في شبه ما بينه وما بين الشيخ الشعراوي. وبالرغم من المشاكل والمواقف الطريفه اللي بيتعرض لها في الشارع وفي حياته اليوميه، لكن يمكن ده بيخليه ينسى او يتغاضى عن المواقف دي لحبه وعشقه للشيخ الشعراوي. طبعا هو زي ما اكد لنا ما فيش اي علاقه ما بينه وما بين الشيخ الشعراوي غير انه هو شبه الشيخ الشعراوي او في نسبه شبه ما بينه وما بين الشيخ محمد متولي الشعراوي. كنت معكم مرام محمد من ضريح الشيخ محمد متولي الشعراوي بقريته مسقط راسه بقريه دقدوس التابعه لمركز ميت غمر بمحافظه الدقهليه. يعني كنا مع الحاج عبد المنعم
من اكثر يعني الشخصيات اللي فيه شبه ما بينه وما بين الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعه.